المشاركين المصريين النهارده عدد كبير جدا. احنا بننصح ان الجاليه المصريه هنا في الامارات تعلم جيدا بصحافه الانتخابي، تعلم مدى اهميه ان احنا نعمل جميعا على اختيار رئيسنا القادم، الرئيس القادم اللي هيقود مصر في مرحله في غايه الصعوبه. احنا كل العالم والدول حوالينا عندها مشكلات متعدده، احنا الحمد لله استقرارنا وامننا واملنا بيدفعنا ان احنا نستمر في هذا الانجاز. خدنا تكليفات من معالي وزير القوى العامة ووزير العمل في مصر العربيه وسعاده السفير الشريف عيسى بان احنا نكون متواصلين مع كل الشركات اللي موجوده في دوله الامارات اللي فيها عماله مصريه عشان نقدر نستقطب ابناء الجاليه المصريه ونعرفهم بدورهم الانتخابي وندعوهم للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه 2019.